بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الواحد الأحد. بسم الله الفرد الصمد. بسم الله الذي لا يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في مستهل هذه الليلة القرآنية المباركة، ونحن نكرم فيها عميد الأدب والواجب والقدوة الحسنة، أحد رموز قرية جليس ومركز أشمول ومحافظة المنوفية، ألا وهو المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الأستاذ جلال محمد الشافعي عليه رحمة الله. عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الناس احب الى الله واي الاعمال احب الى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب الناس الى الله تعالى انفعهم للناس، واحب الاعمال الى الله تعالى سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه ضره او تقضي عنه دينا او تفرض عنه جوعا. ولئن امشي مع اخ في حاجتي احب الى الله من ان اعتكف في المسجد شهرا، والمقصود بالمسجد هو مسجد المدينه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم حيث نستمع خاشعين قصدين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلو علينا ذلكم العالم القرآني لزعيم كبير قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع وفخر قراء الحافظة المنوفية فضيلة العالم القرآني الشيخ خالد الشيخ القارئ والمقيم لقريه أبو عوالي. نسأل المولى عز وجل أن يوفق القارئ إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا ويرزقه حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال للحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا الله إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إذ قال ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه بسم الله
هذا صراط مستقيم فلما ربنا اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا ومكر الله
إذ قال الله يا خلقه من تراب
وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم
فمن ضاجك فيه فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع وبينكم ألا نعبد إلا
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب، اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب، يا أهل الكتاب لم تحاجون
صدقت إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا أخوة الإيمان والإسلام لقد استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ خالد عبد القادر الشيخ القارئ والمقيم بقرية أبو عوان. نطلب الإذاعات الصوتية والأنوار الضوئية الكاشفة بإدارة الحاج أحمد محمد جرادة بجريس. أما الفراشة وتطلب المخازن الحاج شحات البري بمدينة مشهور. أيها السادة تقبل الله عزيزكم وشكر الله سعيكم جميعا.